مرحبا فيكم في تطبيق الـ NLP في بايثون. مثل ما حكينا بنستخدم الـ NLP لتحليل النصوص، سواء كانت موجودة في بوك أو في موقع أو جاي ريفيوز مجموعة زباين مثلا لمطعم أو لكتاب. في هذا السكشن راح نحلل ريفيوز خاصة في مطعم من المطاعم، وراح نبني موديل يتوقع إذا هو هذا الريفيو بوزيتيف أو نيجاتيف، يعني نتوقع رأي الزبائن هل هو هذا رأيهم بوزيتيف ولا نيجاتيف. هذا الموديل اللي رح نبنيه رح يكون مناسب لتوقع نصوص تانية، مثلا نوع الكتاب، إذا كان الكتاب مثلا رومانتيك، أكشن، تاريخي، أو حتى لتحليل المواقع والأخبار وإلى ذلك. هلأ خلينا نستعرض الداتا ست بتاعتي ونشوف طريقة الصياغة اللي حفظنا فيها الملف، وليه إحنا حفظنا الملف في هاي الصياغة أو في هاي الصيغة. الملف اللي أنا اخترته هو ملف محفوظ في صيغة .tsv. طبعا مثل ما احنا متفقين، ملف الداتا سيت يكون في نفس الفولدر الخاص في ملف الكودينج. بالتالي انا هون عندي ملف الخاص بتحليل البيانات عندي، اللي هو هذا الملف restaurantreviews.tsv. ولو جيت فتحته مثلا من خلال النوت باد لحتى اشوف شو هي المحتويات اللي فيه. هلا ليه انا استخدمت TSV ما استخدمت CSV اللي احنا كنا بالعادة بنستخدمه من قبل؟ اذا ملاحظين انه الكلمات او الريفيوز الموجودة عندي هون بعض منها موجود فيها كوما. اذا ملاحظين هون في مثلا في سيمي كولوم، في هنا في كوما، سوري، في هون علامة تخصيص أو علامة بتاعت الإز، اختصار الإز، تمام. إذا فاكرين إنه CSV كان بيفصل أو بيعمل سبرت لمحتويات الملف من خلال الكوما، ولكن هون كمان في عندي نصوص فيها فواصل كوما. فهلأ لو خليته يعتمد على CSV ويحتوي على فواصل الكوما، رح يعتبر مثلا the food هي جزء لحالها غير عن جزء الأميزنج، فهي مفصولة عنها مثلا. بالتالي هذا واحد من الأسباب اللي خلاني أختار ملف .tsv وليس CSV، كونه الملف بيحتوي على كوما، وبالتالي CSV رح يعتبر، أو لما بدي أقرأه في كود بايثون رح يعتبر إنه CSV هاي هي عبارة عن، أو إنه المحتويات أو السنتنسز مفصولة بكوما، ولكن اوريدي ممكن تكون جزء من الجملة. بالتالي هون انا استخدمت TSV. TSV هذا بيعتمد على فصل الداتا باستخدام التاب، فهي جاية من هاي T جاية من تاب، هو بيعتمد على فصل الداتا بالتاب. وزي ما احنا شايفين انه هون في عنا ريفيو، هون في عنا تاب، وهون في عنا اللايكد سواء 0 أو 1. فهي أول ريفيو مثلا واو loved this place، وفي تاب موجود عندي هون بيفصل لحد 1 اللي هو نوع الريفيوز، بنفس الطريقة لصفر. فهذا أول الأسباب اللي خلاني أعتمد على TSV لحتى أبعد عن مشاكل إنه وأنا ببني الموديل أو أنا بستدعي الداتا. بالتالي هون رح أبلش نكتب أو نجهز في كود NLP مع بعض. أول شي رح نستدعي موضوع اللايبراريز المهمين. خلينا أستعين بالملف سابق جهزته، ناخدهم اللايبراريز على طول. هلأ عملت كوبي بيست من ملف سابق إحنا اشتغلنا عليه في مشكلة الكلاسيفيكيشن. استدعينا المكتبات اللي بتهمني، اللي هي numpy وpandas وmatplotlib. numpy مثل ما اتفقنا بتفيدني في امور الماثماتكس، والتولز بتوفر لي التولز اللي بتفيدني في موضوع الماثماتكس والحسابات والرياضيات والاحصاء. الpandas بتفيدني في موضوع انه انا كيف بدي ابني او اني كيف اتعامل مع الداتا سيت تبعتي، كيف اديرها، كيف احفظها، كيف اخذ منها كولومز معين والى اخره. الماتبلوتليب هو عباره عن
طريقة لحتى أحصل على نايس شارتس هيك حلوة توريني إيش اللي بيصير بالبيانات، كيف البيانات هي بتطلع نتائجها، يعني تعرض لي إياهم بهيستوغرام بشكل حلو هيك لطيف. هذا أهم شيء في اللايبرريز نستدعيهم. بعد كده هنبلش نقرأ بالداتا سيت، طبعا هنغير اسمها وهنغير الدي اس في تبعتها اللي بدنا نبلش نبني فيها او اللي بدنا اسمها اللي هنستخدمه. فهلقيتا هنغير الاسم تبعها اللي هي كانت عندي restaurant reviews، عشان كده نقدر نعمل لها كوبي بيست حتى نستفيد بسرعة. لو عملنا لها كده كوبي بيست وجينا هون وقرأناها، تمام حلو كتير. هلا ال TSV كمان بتنقرأ من البانداز عن طريق read CSV، ولكن هون أنا بدي أضيف function أو باراميتر تاني أفهمه أو أعطيه زي ما بدي، كأني بقول له شو هو السبلت اللي هيستخدم في الفصل هون. فأنا بدي أقول له من خلال باراميتر اسمها delimiter deli متر انه عندك حاجه اسمها سلاش تي التاب سوري سلاش تي اللي هي يعني معناها تاب، يعني انه انت في عندك حتفصل الداتا او تقرا الداتا وتفصل فيها التاب، يعني انت حتاخذ اللي قبل التاب جزء واللي بعد التاب جزء ثاني. تمام هذه هي في موضوع استدعاء الداتا. هلا في كمان باراميتر تاني ممكن نستخدمه اللي هي علامة ال أو الباراميتر اللي بدنا إياه. الباراميتر هذا اسمه تمام. هلا الكوتينج هاد بياخد قيمة 3، شو معناها القيمة 3؟ معناها لو رجعنا مرة تانية على الداتا ست تبعتي بلاحظ انه في بعض ال مش عارف حنوصلها ولا لا، بعض الريفيوز بيكون فيها زي الكوتيشن علامات تنصيص، تمام يعني مثلا بحط رأيه من واحد من الآراء تبعته بين علامات تنصيص وبعد هيك بكمل. فأنا زي مثلا هون as for the mains في علامات تنصيص هون، انا بهاي الباراميتر كاني بقول له اتجنبها ما بدي اياها. فانا كده بقرا الداتا سيت كده خلينا نستعرضها سوا حتى نشوف ايش هي بتحتوي. دوت هيد مثلا 5 خلينا ناخذ بس كافي. تمام مثل ما بنلاحظ انه جاب لي الداتا سيت وفصل لي ما بينها، جاب اللايكد 1-0 في عمود والريفيو اللي بيحتوي على نص او على سنتنسز كامل في عمود تاني. تمام الداتا هاي لو بدنا مثلا نعرف قديش فيها ريفيوز، يعني كم ريفيوز موجودين عندي، حوالي 1000 ريفيوز. تمام بالتالي عندنا 1000 سطر مع عمودين اثنين، عمود خاص بالريفيو وعمود خاص باللايكد تبعته. يعني واحنا شو اللي حنعمله؟ حناخد الريفيوز هاي نحللها ونتوقع اللايكد، وهذا الشيء رح نبلش فيه من الفيديو الجاي واحنا بنعالج البيانات. فستيب ستيب رح نعالج البيانات ونجهزها لنفوتها في الباك اوف ووردز، وبعد كده بنجهز الباك اوف ووردز بتكون بتصير عنا جاهزة بناخدها وبندخلها على الـ NLP موديل. فخلينا نبلش في الستيب الجاي.